أنا أعتقد أن التحول بقواعد الأشواك الإيرانية الأمريكية في الداخل العراقي، يعني حالة الهدوء أو العودة إلى قواعد أوباما التي أنتجت الحكومة السودانية، هي تعرضت إلى هزة بعد أهداف يعني أهداف الحرب في غزة حقيقة. وحصل هناك يعني تصعيد ليس فقط في الميدان العراقي ولكن في اليمن، يعني هناك جبهة مضي بعض المندب الحوثيون تقريبا أغلقوه يعني في وجه السفن الإسرائيلية، واستهدفوا باخرة أمريكية أيضا. فالاستهداف أيضا للقواعد الأمريكية في سوريا وفي العراق هو يمكن الرقم الأكبر، تقريبا 58 استهداف حصل للقواعد الأمريكية، ثم ردوا الأمريكان بقصف يعني جوف الصخر وبعض يعني المواقع المتحركة التي كانت تريد أن تستهدف القواعد. فلذلك المعادلة هي معادلة إيرانية أمريكية على المستوى الاستراتيجي، وقواعد الاشتباك في العراق تحديدا اهتزت بموضوع فلسطين وإيران. يعني أمريكا كسرت القواعد بإيقاف الاتفاقات التي وصلت مع إيران في قطر، يعني موضوع 7 مليون.